اللي خلى الاداء مش كويس في الشوط الاولاني يا كابتن عبد الحليم، هل جوميز بدا بتشكيل من البدايه ما كانش على ما يرام؟ لا، هو ده المتاح، هو ده المتاح بالنسبه لي، ده افضل اللعيبه او اجهز اللعيبه اللي موجوده. ممكن يكون في بعض التريكات في الملعب الراجل كان ممكن ياخد باله منها، ممكن بعد ربع ساعه كان ممكن يغير تغييره جوه الملعب يا صبري. فانما هو اليوم كله على بعضه، ما فيش توفيق النهارده. بتشوف الكره في جوه الست ياردة، في العارضه، بالطب، في الحارس بره الجون بتطلع، هو ما فيش توفيق النهارده مع بعض الاخطاء طبعا اللي احنا معترفين بيها. وانا قلت لك الراجل ممكن في الملعب، يعني كان ممكن بعد ربع ساعه من المباراه احنا شفنا ما فيش قوه لفريق الفريق الغاني. كان ممكن عدله المسدوس كان ممكن يوديه ناحيه اليمين شويه، طالما هو الراجل اللي بيلعب على الاطراف النهارده ومغير نمط اسلوبه وغيره غصب عنه النهارده. خلي بالك انا قلت لك قبل الاستوديو ان الزمالك مفتقد مش اقل من خمس ست لعيبه النهارده، والراجل من اللعيبه اللي اعتمد عليها في اسلوب لعبه غيرها بالكامل النهارده، فغير نمط وابتدى يلعب على الاطراف. عودتهم يا كابتن عبد الحليم او بعض منهم في مباراه العوده هيساهم في تحسن الاداء وصعود نادي الزمالك ان شاء الله؟ اه طبعا، لسه بدري، في ماتش تاني هناك، والفريق ما يخوفش. هو اللي يخوفك كله هناك هيبقى الملعب، هيبقى الجمهور، الحاله هناك هتبقى بالنسبه لك صعبه شويه. انما انت اعلى فنيا، وانت المفروض تبقى اعلى تركيزا هناك، وعندك هدف اعلى اكتر منه هناك. سهل جدا يا صبري انك تلعب في البدايه انك تخطف هدف، ولو خطفت هدف في البدايه انت قفلت الجيم وسهلته على نفسك. لا، لسه في مباراه هناك، لسه في 90 دقيقه تاني هناك، ولعبه الزمالك عندها من الخبرات وعندها من الفنيات ومعها جهاز فني عنده رؤيه، عندهم الاستعداد يغيروا الاسلوب هناك ويغيروا النمط هناك، وربنا يكرمهم. يعني لسه في شوط تاني هناك، ربنا يكرمهم ويوفقهم فيه. عايز اشيد النهارده زي ما الكابتن قال اشاد الجمهور النهارده، يعني مبروك علينا الجمهور النهارده، حضروا بالشكل الجميل دوت من اول دقيقه لاخر دقيقه، في ظهر فرقتهم، مفيش تجاوز. فهارد لك اليوم النهارده، لسه في مباراه تانيه هناك، وان شاء الله الزمالك قادر. الجمهور قادر حاجه تفرح، ومفيش يعني خلي بالك الكثافه دي كلها والحضور ده كله والتنظيم ده كله، ما فيش تجاوز من حد، ما فيش لغايه 90 دقيقه ما خلصت، ما فيش حد تجاوز، ما فيش حد تجاوز في حق اللعيبه ولا حاجه. فده كل التحيه والتقدير لجمهور نادي الزمالك، وما يزعلوش النهارده، لسه في مباراه هناك ان شاء الله، وان شاء الله اللعيبه دي تفرح الجمهور هناك باذن الله.